يا ويلي شو بتظلم. كنا زمان طياب جوانا في انسان اصحاب كنا احباب وكان الوفا عنوان. كنا زمان طياب دب الطمع بالناس خلى البشر تحتار خلى البشر تحتار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار اللي عقلبه داس واللي انحرق بالنار. ليش الطمع طب ليش ونلهر وراه على ايش؟ ريت اللي راح يعود وريت الجرى ما كان ريت الجرى ما كان. هي 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 يا ويلي شو بتظلم. في ناس بقلوبها رحمة في ناس ما بترحم في قلوب مليانة عدل يا ويلي شو بتظلم. يلا سمي بالله شيلي من قدامي شيلي. ايه مالي نفس الشيء. شو اللي شيلي من قدامي شيلي؟ وبعدين معك يا ابو الليث يم كل حزن على خالد يا اخي. هو اللي جابه لحاله الله لا يرده. مش قادر افهم ولا هو خاشش مخي كيف الولد بيقدر يمد ايده على ابوه كيف. بعدين معك يا ابو الليت وبعدين معك مشان الله خلاص بدك تضل تمكت بحالك خلاص. مش قادر مش قادر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب تهونها على الجميع يا رب. Thank you.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرحبا يا هند. هلا 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 وميت مرحبا. شلونك يا هند؟ الحمد لله، بكون مبسوطة لما تكون انت مبسوط. نفس الشعور يا هند، لكن كان نفسي ألاقيك في ظروف أحسن علشان أملي عيوني من شفتك. وأنا كمان في حاجة كثير بدي أحكي لك إياه، بس شايفتك مشغول، جسمك هان وعقلك مشان. بتهون يا هند، وإن شاء الله تنتهي المهمة وحينها بيصير خير. مهمتك هاي لها علاقة بخالد؟ أيوة، مشان خالد. يعني اللي بيحكوا الناس صحيح؟ أيوة يا هند، إحنا بندور عليه، واللي بتأمله من أهل القرية اللي بيعرف عنه أي معلومة أو بشوفه إنه يخبرنا، حماية إله وحماية للي بيشكل خطر عليهم. حكياتك حلوات يا حلمي، ولو اني مش فاهمة شيء. المهم لحماية حاله وحماية الناس. المهم اللي بعرف شيء عن خالد يبلغكم بسرعة وقت. بالضبط يا هند، هذا هو المطلوب. معقول؟ شهولي مش معقول يا ولد. ما بصدق عيوني ابدا. شهولي ما بتصدقوا. بنت هناك يا عمي، شوف. هو هذه هند اللي واقفه مع حلمي؟ يا عمي، تدري يا عمي؟ هذا الولد سقع وبارد وجه، وانا ما احبه. عمي عيب قدام الناس، بس تروح على الدار سوي اللي بدك اياه. اقول لك يا عمي، هذول البنات غثى بال، مشان تريح راسك تجوزها يا عمي. امشي امشي اطلع، بعدين انا بعرف شغلي معاه ومعاها. امشي عمي. هيهم تركوا بعض. بقول لك امشي اطلع. ماشي ماشي يا عمي. سلامتك، طولي بالك. سلامتك سلامتك دكتور. هيك مثل ما انت شايف، شو ممكن نقدر نعمل؟ لا تخاف يا طارق، امك حرارتها مرتفعه، عندها شغل حمى خفيف، واكيد هي عندها مشكله وبتفكر فيها، واللي مثلها بده يهلوس ويحكي لها الكلام اللي بفكر فيه. ايه هلوس؟ يعني شو قصدك؟ لا تفهمني غلط يا طارق، اي انسان بحالتها عنده مشكله بفكر فيها وبهلوس. بس يا دكتور، من وين بدها تيجي المشكله هاي؟ بالعكس انا واختي سحر جايبين بخدمتها وحاطينها بعيوننا. يا دكتور احنا كلنا بخدمه عمتي ام طارق. يا جماعه انا عارف انكم مش رايحين تقصروا معاها، بس هذول الكبار بالسن بيختلفوا عنا، هذول زي السمك،
إذا بيطلعوا من المي بموتوا. أنا فهمت عليك يا دكتور ليث، فهمت. بس يعني ولاد عمي الله يسامحهم سحر وعادل مصممين ونضلهم. انتوا شو اللي بتقولوا يا جماعة؟ عادل احكي لك كلمة. مضبوط يا جماعة. يا دكتور عالقليل هون بتلاقي رعاية وعناية وبتلاقي مين يخدمها. يعني هي أنا وسحر أكيد مش راح نقصر معاها. يعني يا طارق هسه لو روحتوا على البيت ما راح تلاقي حد يخدمها. يا جماعة يا جماعة لما جاتي بطلت أقدر أفهم إشي. يا جماعة أرجوكم إنكم تفهموني، أهم إشي مصلحة أم طارق. أنا بعرف تماما إنكم كلكم مهتمين في مصلحتها، لكن هي مصلحتها غير هيك. بيتي بيتي. وين كاني يا بنت؟ يا رحت على البستان وديت أكل للعمال يابا. شو كنت تسوي مع حلمي بين البساتين؟ حلمي سألني عن خالد، كان يدور عليه، سألني عنه بس. وما لقى حدا غيرك يسأله؟ بس انت قليل الترباية. خالد؟ وليش بدوروا عليه؟ ماما اكتشفوا انه هو اللي قتل أبوه. انقلعي من وجهي، انقلعي! خالد يا ابو خالد. خبر يا محمد. ما له أثر يا سيدي. وين راح؟ أنا متأكد إنه ما طلع من القرية. اسمع يا محمد، بدي إياك تروح على موقف الباصات وتراقب لي إياه وتسأل هناك. ما بدي إياه يطلع من القرية، فاهم؟ فاهم يا سيدي. هسا بطريقك بتروح على بيت خالد، بتقول لهاني يرجع على المغفر فورا، لأنه الليلة لازم نعمل له كمين. يجوا الله لا يجيبهم، روحوا عالقرية وروحت المشاكل معهم. ولا بيسلم، شايف حاله، الله لا يوفقك. بيتكم عامر يا جماعة.
بوجودك يا دكتور احنا غلبناك معنا يخلف عليك. ولو هذا واجب. الله يكبر واجبك وتسلم يا دكتور. أمانة يا دكتور ليه تسلم لي على عمتي أم ليه. يصل إن شاء الله. طارق إذا سمحت بدي أحكي معك. خير يا دكتور. بدي أسألك أنت ليش ما تتجوز؟ إيش اللي مأخرك؟ يعني هيك في شوية ظروف. ظروف مثل إيش؟ في حتى معارض؟ يعني يا دكتور ليث أنت عارف الظروف اللي مرينا فيها يعني هيك وبعض الأشياء. اسمع يا طارق أمك لازم تروح لبيتها وأنا متأكد إن شاء الله أنها رايحة تشفى. أنتوا بتقولوا إنه لازم واحد يخدمها عشان هيك ضروري إنك تتزوج. مرتك رايحة تخدمها إذا كانت هاي هي حجتك. ما بدها تفكير يا طارق عاجلا أم آجلا رايح تتزوج وأنا متأكد إنها الظروف مش رايحة تتغير. شد حيلك وإذا ناقصك أي إشي إن شاء الله إننا مش رايحين نقصر. لا يا دكتور مش هاي المشكلة. عاد اسمع مني وساوي اللي بقول لك عليه. يلا بخاطرك. بخاطركم يا جماعة. مع السلامة. الله معك. الله معك. مع السلامة. ترى انتوا بتتعبوا كثير. ليش هذا يسلبوا ايديك جاج يا حبيبي جاج. هسه بنوك اليوم. هسه بنوك. ايش ابو الحلم شايفك مش طبيعي اليوم كأنك ما شفت الجو تبعك. كله بلا كثر حكي. بعدين قل لي شو الموضوع اللي بدك اياني فيه. ها اي هو في غير موضوعك. يما ترى ابنك بحب. صحيح يما يا من درى يكون هالحكي صحيح. قل لي انت بس قل لي مني هي يمه ولا قل لك انت بس اشر لي عليها تشوف امك رايحه مثل الطلق تخطب لك اياها. لا تردي علي يمه هذا ابنك بمزح. انا بمزح اي صدقني لا اضل وراك ولا اخرب عليك. بتعرف اذا بتعملها لاحطك بالحجز والصبح لفطرك والغدا لغديك والعشاء لعشيك بدن. صدقتي يمه لما أقول لك إنه ابنك بحب يعني بحب. يا رب أنا بتمنى يما أشوفكم أنتوا اثنين متجوزين ومخلفين وساكنين كل واحد ببيت لحاله وأشوف أولادكم كل يوم بنطنطوا قدام وجهي. تسلمي لنا يما تسلمي لنا. ربنا يديمك فوق روسنا أنت وأبوي. تسلم يا حبيبي تسلم. الله يسلمك. يلا أتاكلوا حد خلصوني. أيوه خلانا نفس ناكل. ما بدي أكل أنا. بدي أتفرج عليه وهو بأكل. بعدين معكم. كور هاي قدامك لا. أي كور أنت ما أنت بطنك. ما بدي أكل. طب خليه يأكل صحتين وعافية وبعدين معكم بتكون ظلكم تتناقروا أنت وياه. خلصوني يما اكبروا اكبروا. والله. دكتور وضابط وبتناقروا. تفضل. هاي أكبر. تفضل. كل الدمع ونار القلب بركان شو يفيد كتر الندم والآه والأحزان لو كان دمعك مطر وسيول أو طوفان ما يجبر اللي انكسر ويرجع اللي كان ويرجع اللي كان. كيفك يا سما؟ منيح. كيفك انت؟ اشتقت لك. وانا كمان. تفضل استني. لا انا هسه بدي ادخل على ابوي جوا بعدين بشوفك. صراحة ما بقدر أستغنى عنك ولا يوم ولا ساعة ولا حتى لحظة. حيلك حيلك شوي شوي على حالك. يلا ادخل شوف أبوك بعدين نحكي. سلام. باي. السلام عليكم. We'll be right back.
حياك سيدي. فين هلا عطا؟ سيدي انت طلبتك. ايوه طلبتك. شو اخبار كمين خالد؟ قاعد بجهز فيه سيدي. خذوا من الشباب اللي بلزمك وديروا بالكم كويسه. حاضر سيدي. شو قصد حلمي في كلامه؟ احنا خايفين على الناس اللي بيشكل خطر عليهم. هذا الحكاية متطور كثير بغيبتي، وخالد اللي كنا حاطينه في الجيبة صار يشكل خطر. شو اللي قاعد بيصير يا ناس؟ أحسن شيء خليني أطلع أشوف هند. نسيت عليكي، بس انتي عارفة ليش؟ اني شفتك ماشية مع هذا الولد حلمي. يا هند يابا، ما بدنا اهل القرية يقعدوا يحكوا علينا ويقولوا شوفوا بنت ابو هند مع مين ماشية، وخصوصا انه الخميس الجاي عمك خلف وابنه محمد جايين يطلبوكي. مساء الخير يا محمد. أهلين يابا. أنا اتفقت مع عمك يوم الخميس الجاي كتب كتابك على هند بنت عمك. مش معقول يابا، شو اللي بتحكيه؟ بس أنا اتفقت. لا بس ولا إشي، خلص أنا اتفقت مع عمك ونص الناس صاروا عارفين. بس المفروض يابا تحطني بالصورة لأنه أنا اللي بدي أتجوز. أنا بعرف مصلحتك أكتر منك، أنا أبوك واللي بقوله لازم يصير. بس يابا قلت خلص اللي عندي أنا قلته. لا حول ولا قوة إلا بالله. ساطحنا الزعل. الله يغنويك يا عبد الله الرويشد، مثل الشي على الفجش تسقط على راس القلب جمرة وتشعل لها نار، والنار ودها بيبسي يا سفن اب من عند محمود. خلنا نروح اشرب قنينة قزوز اطفى النار اللي بقلبي.
قلت هلا. جوك يا محمود. هلا يا عبدو. هلا. كيف حالك؟ من الله بخير. متونس عند النار ها؟ مكيف ها؟ بعد مثلك؟ مثل اللي حاط عنها ومستريح؟ مستريح؟ دقيقة خلنا نطفي هالضو واجيك. يطفي ضوك. ليش شو فيه يا اخويا محمود؟ يعني مخلي حالك مش عارف شو فيه؟ يعني مش عارف انه اللي خرب الدكانة وكسر ابوه فيها هو صاحبك خالد ما غيره؟ تدري يا ليه؟ انت الوحيد بهالعيلة اللي مواعيدك في وقتها. انا اهم اشي عندي مواعيد لك. ايه اذا على الاكل شوي وبجهز. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يما. حلمي؟ ليث؟ مسيك بالخير. هلا مساء الخير. اقعد اقعد. هنستنانا شوي لبين ما يجهز العشاء. انت بالك فاضي يا ليث؟ شو في وراي؟ انا بيجيني هلا كم مريض بعالجهم بروح وباقي النهار بمضيه انا والممرض بنحكي قصص. حلمي هلا يا عمر. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يما. شو يما وين العشاء؟ ايه مش قلت لك كمان شوي بيجهز؟ بضل تسال بضل تسال. اقعدي يما اقعدي. مالك يا حلمي؟ ما في شيء. صحيح يا حلمي، شايفك مرهق وتعبان، شو المشكلة؟ والله يا ليث كل تعبنا راح على الفاضي. ايه؟ ليش؟ خالد يما. ها؟ خالد. خالد طلع بلوى مصبرة. قولي لي يما، أبوي وين؟ والله أبوك أجى تعبان، هل كان؟ أكل هاللقمة وفات ينام طوالي. الله يعينه أبوي. أقول لك صحيح يما. بس ما تزعلي ها. تفضل قول. ابوي ختير وصاب الكبر. طب برا برادي. بلا برادي. ابوك يا اهبل بعده شاب. بدك تقول يعني على حالك بعدك صبية. انت هون وانا قاعد ادور عليك في غرفتك.
عسى الخير يا محمد. أهلين يا أمه. شوف يا محمد، بدي إياك تسمعني للآخر وما تقطعني حتى أنهي كلامي. ضل في إشي ثاني بدك تحكي يا أبا؟ في أوامر ثانية بدك إياني أنفذها من غير ما حتى أناقشك ولا أعرف ليش بسوي هيك؟ محمد، أنا قلت لك لا تقطعني حتى أنهي كلامي، وبعدين رد علي وأنا اللي بقرر شو اللي بدي أعمل. حاضر يا أقعد. أنت بتعرف يا محمد إنه أنا وعمك شركة من زمان، وصار عندنا شركة كبيرة والتانية على الطريق. كل هذا إحنا بنعمله عشان مين؟ مش علشانك وعلشان هند. يا بني اسمعني، عمك بدور على مصلحة بنته، وأنا كمان بدور على مصلحتك. ترضى واحد غريب يدخل بيننا ويأخذ أموالنا وحالنا اللي بنيناها سنين طويلة؟ أنا عارف شو اللي بدك تقوله. بدك تقول إنه إحنا عملنا منكم صفقة. لا يا ابني، انتوا ولادنا واحنا كل اللي بندور عليه مصلحتكم. ممكن انه يكون كلامك فيه اشي مقنع، بس انا برفض اني اكون جزء من صفقاتكم المادية ومشاريعكم اللي ممكن تنجح او تفشل، ونجاحها وفشلها ممكن ينعكس على مستقبلي وحياتي وعلى حياة بنت عمي. احنا ما ربطنا مستقبلكم وحياتكم بمشاريعنا. لا يا محمد، كل اللي بندور عليه إنه الأموال هاي تكون إلكم في النهاية. هاي هي الحجة بين الأباء والأبناء، إحنا بنشتغل عشان مين؟ عشانكو، عشان مستقبلكو، عشان حياتكو. هو هذا صحيح يا بني، وهذا اللي إحنا فكرنا فيه وما فكرنا بإشي تاني. يعني بتعترف إنكم استثنيتونا وأهملتوا رأينا ولا كأنه موجودين؟ مفيش فايدة، لا بدك تقتنع ولا راح تقتنع. بعدين مع الليلة ذبحنا البرد والحل أشعل نار. لا لا يا خالد، نار لا، نار بتبين ماخذ الدنيا. لازم نجيب حرام مسكين. اليوم الخميس يا هند. يا ويلي يا ويلي إذا أبوي وعمي بصدقوا في مواعيدهم وبخطبوني لمحمد. ليش هيك يابا؟ ليش هيك يا عمي؟
أنا كل اللي بعرفه عن محمد إنه ابن عمي وبس. كيف ترتبط فيه طول العمر؟ أنا ما إلي رأي، يعني ما إلي قلب أحس فيه، ما إلي لسان أحكي. لازم يابا تفكر عني وتقرر عني ولا كأني موجودة. طيب وحلمي يا رب، يا رب تجيب اللي فيه الخير. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عافيك. هلا هلا، تفضل تفضلوا. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما هلا 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 وحي الله.
هلا 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 حي الله. هلا هلا محمد. هلا عمو. هلا 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 هلا. تفضلوا 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 يا هلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. يا هلا. تفضل اخوي. هلا هلا ابو محمد. يا حي الله. يا هلا يا هلا يا هلا. أهلا بأخوي أبو محمد. يا حي الله. تفضل. إحنا أخوي أبو هند أجينا على الموعد، بس إن شاء الله ما تغير إشي على اللي حكينا فيه، وإحنا بدنا نتبع العادات والتقاليد. أنا جاي أطلب إيد بنتك هند لابن محمد على سنة الله ورسوله، وانت عارف الاثنين اولادك. اشرب قهوتك يا اخوي وبشرب اللي جيتوا فيه. تفضل تفضل اشرب القهوة. معناته يا اخوي خلني اروح اجيب المأذون والشهود. ترى هذا المأذون شهوده عنده. على بركة الله. دمروني الكلاب، دمروني. تفضلوا تفضلوا. السلام عليكم ورحمة السلام الله. السلام. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. مرحبا محمد. يا هلا. كيف حالك يا محمد؟ تفضل. شلونك؟ تفضل. هلا هلا. عنك 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 يا ابو هند. عنك. تفضل. احنا بالخدمة. عشت. ان شاء الله دائما الافراح بقريتنا. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. يا اهلا بكم. بسم الله. شكرا. لا أعطي خويك. تفضل. شكرا. كمان يا شيخ. أشكرك يا أخي. أين العريس؟ ابن محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله. سيدنا محمد. إذن أنت والد العروس. إيه طبعا أنا والد العروس. ما أنت عارف. ما شاء الله ما شاء الله. إذن على بركة الله. والنعم بالله. والنعم بالله. شوف الحجة نفسها تغير. يا اخوي ما انت عارف هذول الكبار دائما بحب البيوت والقعدة بالبيت. ما انت خابر كيف كانت تطلب مني بدها تروح على البيت. شو بدي اقول يا اخوي عادل؟ تفضل. يعني انا بدي اطلب منك طلب هيك خلص كون روحنا على البيت لهون. بقول يعني شو رايك نعتمد الاسبوع الجاي او اللي بعده يكون العرس. طبعا لازم تتجوز الاسبوع الجاي. عارف لو ايش؟ ليش؟ انا بدي اخلص منك. طيب قل لي خلاص نعتمد. يا زلمه وشوف بدي اقول لك بالمره. اسمع انت بكره بلاش تمر على البستان. انا بلف على البستان وبتفقده. يعني انت خليك هان بالدار وشوف شو بدك تحضر.
بارك الله فيك يا ابن عمي، قدها قدها. خلاص اللي بدك اياه بصير. ماشي ماشي يا عادل. قبل ما تبدأ قومي، بدنا نمشي احنا. يلا يا رب. وين يا جماعه؟ بدري. الله يبدر عليك الخير يا عمتي. احنا خلاص الحمد لله طمنا عليكي وما شاء الله عليكي مفتحه وملوره. تسلم. تسلم يا حبيبي. الله يسلمك. يلا الله معك من اذن يا جماعه. السلام عليكم. هلا 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 شرفت عادل. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه طارق. ما بدك وصى؟ عمتي بدير بالك عليها منيح. ماشي. ولو انا بدي وصى. شو بدي اقول يا صح؟ ولا تقول لها ولا على بالك. اسمع انا هسه بالطريق بفهمها على كل شيء. ماشي. بس انت اعمل اللي اتفقنا عليه وبس. ها والمسا بمر عليك. خلاص هيو هو اللي بدي اقول لك. تفضل يا ستي. يلا بخاطر خير. الله معكم. مع السلامه. بامان الله. يا هلا. همة همة يلا انت وياه. وين كاين انت؟ ساعة ساعة وانت بالحفرة؟ ساعة؟ مش عصبك. اشتغل انت وياه. محمود اعطيني شيء حلو. اي حل عني تدفعني؟ حل؟ ما في عندي لا بزن ولا خيار. وامسي والله ما ضل لي نفس لا بهالدكانة ولا بالقرية كلها. احسن اشي اسكر هالدكانة واروح اشوف لي محل اريح راسي فيه. لازم ادمرهم مثل ما دمروني. لازم لازم اخرب بيوتهم مثل ما خربوا بيتي. لازم بسيطة يا كلاب، بسيطة يا عبد الكلب. جوك يا هلا. أبو محمد هان مع محمد بعد. عمي عمي خير يا عبدو؟ شو في؟ يا عمي شفتك توخرت علي، جيت اتطمن عليك. لا ما هو عندي اخوي خلف وابنه محمد جايين يخطبوا هند. مبروك يا عمي. معناته انت ما انت فاضي. خلينا نروح. انا قبل ما تروح شايف يبوجهك حكي. احكي احكي اشوف. هذه الشرطة يا عمي تدور على خالد وانا خايف انهم يقذبوه. مسكوه الشرطة؟ اسمع مسكوه ما مسكوه ما راح نحل عنه غير لما يمضينا ورقة البيع. فاهم؟ دور عليه. خذ هذول ادعموا اذا لقيته. اسمع واذا مسك خليك قريب منه. وهسع روح دوروا وطلعوا لو من تحت الأرض. فاهم؟ بدوروا يا عمي بدوروا. وين تروح مني؟ تالي يقع بين يدي. وين تروح؟ يلا يلا مع السلامة. يلا تفضل يا عمي.
يسلموا ايديك يا عمي. مالك يا حمد؟ لونك مخطوف، في شيء؟ ولا شيء يا عمي، ولا شيء، سلامتك. حط الصينية وروحي اقعدي جنب خطيبك. انت غشيم عن دلع البنات يا اخوي. بعدين يعني هند هي رايحة تلاقي احسن من ابن عمها؟ هند غالية علينا كتير يا اخوي. امتى بس اشوف اولادهم بيلعبوا حوالينا؟ الا صحيح، ما بدك توريني الشجرات اللي زرعتهم برا؟ اه معلوم، تفضل تفضل يا اخوي. يلا تفضل. انا متاكد يا بنت عمي انك مش راضي عن الخطبه هاي، اكيد في سبب. ممكن اعرف ايش هو؟ وين راح؟ اي دايما اشوف وحوسها، وين انقلع؟ ولا عليك ولا خليني اروح ادور ببستان ابو سعد. هذاك بستان دغل، ممكن يكون تخبى بيه. علي يا عريف سالم، عريف سالم، تعال شوف الكيس. يا هاد شو الجيت؟ شوف يا سيدي، طلع شو الجيت. والفرحة للصبيان يما يا طارق وسع الميدان. آه يا رب يا رب تسعدك يا طارق، يا الله يا رب يا رب تبعث له بكل خطوة سلامة، تبعد عنه أولاد الحرام يا الله، يوفقك يما يا طارق. يا ربي يرضى قلبي عليك يما يا طارق. الله يرضى عليك يما. يا هنيالك يا طارق، يا هنيالك يا طارق بهالام. لا ومش اي ام، هلا ام وصوتها حلو كمان. هلا يا حبيبي. هلا يما. يما الله يطول لنا عمرك وخلينا اياكي. الله يرضى عليك يما، رضاك يما دائما. الله يرضى عليك يا حبيبي، رضا ربي ورضا قلبي عليك يما. الله يخلينا. الله يوفقك يا حبيبي، الله يسعدك ويجعلك بكل خطوة سلامة. الله يبعد عنك أولاد الحرام يما يا حبيبي. الله يقدرني بس على خدمتك وطاعتك يما. الله يرضى عليك يا حبيبي.